بنحلم لبكره. اهلا بحضراتكم. ضيفي كان محافظا للإسماعيلية فكان لقبه المحافظ الرياضي، وكانت الإسماعيلية كلها بتتغنى بعمارة عمارة والدوري عمارة. ثم كان وزيرا للشباب والرياضة، وهو حتى الآن رجل معجون رياضة، وكلما تقدم به العمر يزداد شبابا. الدكتور عمر بقى في لا بالعكس، ده شيء يبهجنا ويسعدنا، وانت دايما رمز بنفخر بيه. دكتور خير يا تامر، انا سعيد بيك و عارف ان انت في الرياضة اقوى مني. لا العفو العفو، ربنا يستر النهارده. احنا حبينا رياضة بسبب بصمات الدكتور عبد الله، او عم نعمل رياضة زي ما الرياضيين بيحبوا يطلقوها. لكن الحقيقة رغم البداية السعيدة والمضحكة اللي احنا يعني في حالة سعادة بسببها، لكن مش عارف حضرتك هتتفق معايا ولا لا لما اقول لك ان احوال منظومة الرياضة في مصر ما تصورش. انت خلصت خلاص. انا بسأل، انا بقول لحضرتك لا يعني طبعا طبعا يعني كلامك فيه طبعا جزء كبير جدا من الحقيقة، بس لازم نرجع نتفلسف شوية وكيف نؤصل الامور. يعني الرياضة السؤال فيها ايه؟ كيف يريد المصريين الرياضة؟ عايزين شكلها ايه المصريين؟ كويس. ثم كيف تريد الحكومة الرياضة؟ ثم كيف يريد الرياضيون الرياضة؟ وكيف يريد تامر الرياضة؟ يعني ده كله بيعمل بوتقة واحدة مع بعضها، لأنه كل واحد له حاجة، لكن المصريين عايزين رياضة، اللي بيحبوا الأساطير مظبوط إيزيس وأوزوريس وحورس والقصص دي كلها، والحكومة الرياضة حلوة قوي لأنها بتطلع تتصور وتسقف وتشيل العلم وتعمل الحاجات دي كلها، والمصريين بيبقوا فرحانين جدا لما بنكسب نبقى سعداء، لما بيخسروا تبقى فيها مشكلة. لو سمحتيني بس اقول سنه صغيره في التاريخيه صغنططه شويه، لان عشان نقول ايه لماذا هذه الرياضه بشكلها الحالي دلوقتي. يعني اكبر وزاره او هيئه تعرضت للتعديلات بشكل غير مقبول وغير معقول وغير مسبوق الشباب والرياضه. من مجلس اعلى الشباب والرياضه، ثم مجلسي قومي ورياضه، ثم وزاره شباب ورياضه، ثم مجلس اعلى الرياضه، ثم وزاره شباب ورياضه، ثم نفس القصه. وده طبعا لا يحقق الاستقرار. يعني انا لما مشيت في 98 جم بعدي حوالي 4 مظبوط، دكتور علي ووزن الوزير اسفقي ودكتور البلتاجي والاخ حسن صقر. مظبوط، 4 في 8 سنين، يعني كل واحد اقل من سنتين. يعني كيف يمكن ان يدير ويؤدي اللي هو عايزه؟ فدي مشكلة كبيرة قوي انا شايف في السياق، لانه الادارة جزئين تامر، جزء خاص بالادارة الحكومية اللي انا بقول عليها دلوقتي، ثم الادارة الاهلية اللي هم اللي انت تعبين قلبنا اللي من دول اللي انت عارفهم دول كلهم، قيادات الاندية وقيادات الاتحادات وقيادات كل صحيح. الحاجات دي كلها. الحاجة الثالثة بعد اذنك هو المناخ العام بيقول ايه؟ مظبوط. يعني هو سؤال، طب انتوا ليه الرياضة عايزين يعني نبقى ابطال عالم ونجيب اولمبيات وبتاع؟ هي المستشفيات كويسة؟ هي المدارس كويسه؟ هو المرور كويس؟ يعني هل مسرح يعني ايه اشمعنى دي اللي احنا عايزينها تبقى حاجه جامده جدا ونطلب فيها يعني طلبات مبالغ فيها بشكل كبير؟ لان الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا الحقيقه بالظبط، بس بيبقى على حدود امكانياتك اللي موجوده، حدود المناخ اللي انت عايش فيه ده كله. وبعدين تروح نقل على المناخ العالمي بقى كله، تلاقي قصه تانية خالص. تطور غير مسبوق. لا هم بيعملوا بيلعبوا حاجات احنا ما بنلعبهاش. بالظبط، يعني تشعر ان الزمان هناك بيجري والزمان عندنا ايه، توقف ولا بيرجع؟ انا مش قادر اعرف الاثنين يبقى عاملين ازاي. انا قلت في الاول ما يصرش حضرتك، قلت هفلتفت، لكن مش هقول بقى ان هو بيرجع، لكن على الاقل محلك سر. بالظبط، فالحقيقه المساله بالشكل ده طبعا تعمل العمليه صعبه. طب انا هتوقف عند التحليل التاريخي اللي حضرتك قلته ده مهم، واسال سؤال مباشر: هل الرياضه في مصر تحتاج من جديد بنا الى وزاره، ولا المجلس القومي للرياضة كافي ان هو يدير المنظومة؟ لا انا معاك طبعا السؤال ده، انا ضد حكاية تقسيم البيعة اللي اتعملت دي، ودي مشكلتها انا اسف اقوله، كل رئيس وزارة يجي يغيرها. حصلت مع عبد الحميد حسن وكان الله يرحمه، كان محمد حمد محمود وما كانش مبسوط منه فراح قسمها له نصين، يعني تقعد انت تعمل الشغلانة دي كلها. ان الفكرة انك انت بتقول الرياضة حاجة والشباب حاجة، ماشي، بس انت اضطريت انك تقسم الاثنين، طريقة تقسم الفلوس، طريقة تعمل حاجات كتيرة لخبطت الاستقرار. أنا بقول وزراء بتغيروا بسرعة، ثم تغير في الهيكل بالسرعة دي كلها، تقسمه قسمتين بتبقى صعب. الحقيقة ضدها،
وانا مع وزاره الرياضه وزاره الشباب والرياضه الحقيقه معاها بشكل كبير جدا. حضرتك مع عوده وزاره للشباب والرياضه؟ طبعا بالرغم ولا وزاره للشباب ووزاره للرياضه؟ والله يا ريت وزاره الشباب والرياضه، بس طبعا الشباب النهارده في العالم بقى بيشتغل مع المجتمع المدني وبره ومع الاحزاب ومع القصه دي كلها. صحيح. فبالتالي الخارج لا يقتنعون بفكره وزاره الشباب، انما في وزاره رياضه موجوده في فرنسا، موجوده في انجلترا، موجوده بشكل كبير جدا. طيب لو